قلت لي قريتي قريت في جامعة باب الزوار تخصص تخصص هيدروجيولوجي، يعني من هيدروجيولوجي. هيدروجيولوجي للصحافة، ليش ما خديتش مثلا الصحافة يعني مباشرة؟ هي بصراحة عبد الغني، هي أنا إنسانة بوليفالونت، أيه. نحب ما نحبش نكون مقيدة، ونحب نكون انديبوندونت، نحب ندي من كل حاجة شوية شوية. يعني العلم أنا ما درتش غير الهيدروجيولوجي، ما درتش غير الصحافة، درت مام كوميرس ودرت كونتابيليتي. بصح الشغف تاع الصحافة كان فيا وانا صغيره، يعني بديتها من القناه العمومي. كان عندي 3 سنوات كنت نروح في القناه العمومي لو ان تي في، وين كانت لبنى الله يذكرها على خير، راهي من القدامى مجهولة تحية الصحفيات، وكنت نروح مع الاب ديالي بيكو كان هو ديجا يعمل تماك.